محبتي للخير تزيد، محبتي للخير تزيد. لا 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 لا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي واحد فينا حيوصل إلى مكان لما تكون عنده طرق كثيرة سهلة وميسرة يرتاح حتى نفسيا. اليوم احنا حنتكلم عن الوصول إلى الجنة وكيف إنه الطرق السهلة الميسرة كثيرة للوصول إلى الجنة. حنتكلم عن كثرة طرق الخير. قررت غير حياتي. حقيقة الإنسان لما يتأمل في كرم المولى سبحانه وتعالى وكيف أنه بالفعل ربنا يريد أن يدخلنا الجنة بأي طريقة كانت، يفتح لنا هذا الباب ويفتح لنا هذا الباب ويفتح لنا هذا الباب، عشان اللي ما تيسر له هذا الأمر ربما يحب هذا الأمر. إذا ما كنت تريد أن تدخل من هذا الطريق تسير من هذا الطريق، المهم أن يكون مكان لنا كلنا الجنة. عشان كذا النبي يقول كلكم يدخل الجنة. الأصل في إيجادنا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجمعنا في الجنة إلا من أبى، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. تنوعت طرق الخير بيكاد بطرق لا تنحصر ولا تنتهي، لأن المكرم هو المولى سبحانه وتعالى. أنا حمر على عجالة على مجموعة من الطرق، لكن الفكرة فيها أن الواحد يتأمل فينا أي طريق أنا حأسلكه عشان أدخل به الجنة عند رب العالمين. لو الآن جت صخرة وسكرت علينا مثل أصحاب الكهف اللي سكرت عليهم صخرة، وروى النبي حديثهم أنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة، إيش العمل الحلو اللي ممكن نقول أنه هو حيفرج عننا الصخرة ويخرجنا منها؟ أعمال برزها لنا رسول الله، أبرزها لنا رسول الله وحثنا عليها المولى جدا كثيرة. أعطيكم أعمال حتى بسيطة الواحد ممكن دائما يسويها يوميا في حياته. النبي يقول رأيت رجل يتقلب في الجنة بشجرة قطعها من الطريق كانت تؤذي المسلمين. شجرة أبعدها من الطريق صار يتقلب في جنة رب العالمين. واحد يقول أنا إيش قدرني على قطع شجرة؟ أعطيك طيب، يعني لا تتحمل، تأمل معي وإن شاء الله حتقدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة فقال لأقطعنها حتى لا تؤذي المسلمين، فأدخله الله الجنة. ما تبغى تقطع شجرة، اقطع غصن شجرة. الفكرة إيش؟ الفكرة إنه حتى الأعمال البسيطة اللي تكون مربوطة بنية طيبة فيها خدمة للإسلام والمسلمين تراها جدا كبيرة عند المولى سبحانه وتعالى. قررت غير حياتي. من الأعمال الأخرى اللي ممكن واحد يفكر فيها السعي في خدمة المسكين والأرملة. النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا كيف التكافل الاجتماعي في هذا الدين، شوفوا كيف التواصل والترابط بأعمال يعملها حقيقة صعبة ويترتب عليها أجر خيال يفتح لك أبواب الجنة على مصراعيها. يقول النبي في اللي يسعى لليتيم والأرملة، الساعي للأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفتر. يعني الواحد اللي قايم طول عمره والصائم طول نهاره أجره ممكن يساوي الساعي على الأرملة والساعي على المسكين، لأنه ربنا يبغى يفتح لنا أبواب جنان النعيم. قررت غير حياتي. هذا ذكرنا في الأعمال الحسية اللي ممكن يقوم ويتحرك بها الإنسان بعض الأعمال، حتى في الأعمال اللي بينك وبين ربك. يعني مثلا الحمد لله إن شاء الله كلنا محافظين على الصلاة، لو واظبنا على قراءة آية الكرسي مثلا بعد كل صلاة تعرفوا إنه الجنة تصير متشوقة له. جاء في خبر أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم إنه يعني من واظب على آية الكرسي بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. كأنه الجنة مستنية يموت عشان تأخذه وتحطه في جنة رب العالمين بأمر بسيط إنك تحافظ بعد كل صلاة على آية الكرسي. قررت غير حياتي.
والأبواب ما زالت مستمرة، أنا وكافل اليتيم كهاتين. أحيانا الواحد يستعجب يشوف بعض المشاهير في العالم الغربي، بعض النجوم يروحون لأفريقيا، يروحون لدول أفريقيا عشان يكفلوا يتيم أو يتيمة وهم غير مسلمين. إحنا أولى بهذا الأمر، مين فينا صار يفكر في كفالة اليتيم؟ إن أنا أروح دور الأيتام وأدور لي على يتيم مسكين بلا أب، مسكين بلا أم، من لهم إن لم نكن نحن لهم؟ عشان كذا جعل النبي منزلته عالية جدا اللي يكفل اليتيم. طبعا في كفالة إنك ممكن تصرف عليهم بالمال وهذه نعمة كبيرة، وفي كفالة أعظم منها إنك ممكن تجيبه بيتك تمسح كل يوم، المسح على رأس اليتيم أجرها عند الله جدا كبير، كفالة تفتح لك أن تكون مثل ما قال النبي أنا وكافل اليتيم كهاتين، من شدة قربه من النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فباب عظيم ينبغي أن نحرص عليه وأن نتسابق عليه. صدقة السر، أوه هذه قصتها قصة ممكن تخرج مال جدا بسيط يطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. لو كان المولى غضبان من عليك بسبب معاصي وآثام وخطايا ورزايا وبلايا، فتروح تتصدق وبعدين قال لك صدقة السر، الله أعلم ممكن مليون، ممكن حتى ريال أو جنيه أو درهم أو دينار، ممكن حتى تمرة. اتقوا النار يا أخي، أنا أبعد من النار، خايف من النار، ما أقدر على النار. الأمر سهل، جيب شق تمرة. يعني إيش يعني شق؟ يعني نصف تمرة كذا، قصها نصفين، ومو لو تصدقت بها كلها، لو أنت كنت في شدة حاجة وأكلت نصها والنص هذا أعطيته فقير من الفقراء، اتقوا النار اللي الواحد حياته كلها خايف منها ويبغى يبعد عنها، نص تمرة ممكن تبعدك من نار جهنم. إيش الكرم هذا؟ إيش العطاء هذا؟ إيش الفضل هذا؟ عشان نعرف إنه بالفعل ربي يبغى بأي طريقة يدخلنا الجنة. قررت غير حياتي. اللي أبغى أقوله في الأخير، طرق الخير جدا متعددة، أبواب الخير لا منتهى لها، كلها حتاخذ بينا إلى جنة رب العالمين. ربي يبغى يعودنا ويربينا إنه نمسك هذه الطرق، لكن الذكي والحقيقة الموفق اللي يمسك أكثر من طريق، اللي يعمل أكثر من عمل، اللي يسوي أكثر من فعل، إن لم يقبلني في هذا الباب ربنا يقبلني في هذا الباب، وإن لم أصدق في هذا الباب إن شاء الله أكون أصدق في هذا الباب. مع أنه حسن ظننا بالله أنه ربنا ما وفقنا لعمل الخير إلا هو حيقبل بينا، لكن إحنا نحاول أنه نسلك كل الطرق، نأخذ طريق 2 3 4 وفيها إن شاء الله أبواب القبول. والمهم عندي أن الله يجمعني ويجمعكم ويجمع كل من يسمعنا ويشاهدنا في مو بس في الجنة، في الفردوس الأعلى، بتوفيق الله لنا إنه نتعدد في أعمال طرق الخير، والله يجعلنا وإياكم من الموفقين. اللهم آمين يا رب العالمين. قررت غير حياتي وابدأ حياتي من جديد، ماني بقادر أستمر ما دمت عن ربي بعيد، ما أذكر إني بدنيتي سويت أبد شيء مفيد، يا ربي ساعدني خلاص قرار تغييري أكيد.